يستقبل اللاجئون السوريون في لبنان عيد الفطر مجددا بمشاعر ممزوجة بالفرح والحزن معا، حيث يستذكرون الأهل والأقارب وأجواء العيد في بلادهم. فتحضيرات لاستقبال العيد لا تزال قائمة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة. على ما هو الحال عليه، أتى مجددا عيد الفطر السعيد على اللاجئين السوريين في لبنان ممزوجا بمشاعر الفرح والحزن معا في ظل ابتعاد قصري عن الوطن والعائلة والأحباب. فتحضيرات لاستقبال العيد لا تزال قائمة، لكنها محاطة بظروف أثقلت كاهلهم. فها هو محمد كغيره من السوريين يستذكر عائلته وأجواء عيد الفطر، ويرسل السلامات والمعايدات إلى أهله في سوريا. بحب أشوف أهلي ونلتقي فيهم ونفرح بالعيد فيهم ونروح نشوف قرايبيننا، نطلع ندخل نروح مطاعم نعيد قرايبيننا هيك. من وين من سوريا؟ من حلب. شو بتقول لهم لأهلك إذا عم يحضروا؟ بقول لهم كل سنة وأنتم سالمين والله يجمعنا فيكم. إن شاء الله. على الرغم من الظروف الصعبة والعصيبة التي تمر عليهم، إضافة إلى الضائقة المالية القديمة المتجددة، يصر اللاجئون السوريون في لبنان على استقبال عيد الفطر نشر أجواء الفرح فيما بينهم ولو بنسب متفاوتة، وعلى قاعدة تفاءلوا بالخير تجدوه. يعني الأعياد عنا بسوريا دائما مميزة بلمة العيلة بأجواء العيد اللي منعيشها بس هون طبعا بدنا نحرم من هاي الشيء، بس رغم هيك بدنا نعيد، يعني هذا عيد الله اكبر بدنا نحتفل فيه. كاجواء عيد موجوده، بس نحن منا معيدين. كاوضاع كثير صعبه على العالم كلها، والله يعين العالم، رمضان وتعتير والحمد لله على كل شيء، بس ما في فرحه وما في لمه. والله يلم الشمل، واكيد بسوريا اكثر، اكيد الله يلم الشمل ويهدي البال. مظاهر استقبال العيد لدى السوريين تظهر جلياً من خلال أسواقهم التي تعج بالناس، وتحضير حلويات العيد ولقاء الأحبة وتبادل التهاني. تحضيرات اللاجئين السوريين في لبنان لاستقبال عيد الفطر السعيد لم تمنعها ظروف اللجوء والغربة، وكأن لسان حالهم يقول: نحب الحياة ما استطعنا إليها سبيلا. من بيروت، مايا هاشم، تلفزيون سوريا. ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا في طرابلس أحمد القصير. أحمد، صف لنا تحضيرات اللاجئين السوريين لاستقبال عيد الفطر في لبنان. مساء الخير حسام. طبعا اللاجئين السوريين يعانون من أزمة كما يعاني منها لبنان منذ عام 2019، التي الأزمة الاقتصادية التي عصفت في لبنان، وحتى يومنا هذا لا تزال تأثيراتها السلبية تجاه اللاجئين وتجاه الأهالي في لبنان، وتحديدا أن أغلب اللاجئين يعملون في مهنة العمالة اليومية فقط، يعني يتقاضون أجرة يومهم يوميا، وهذه الأجرة لا تزال هي يتقاضها اللاجئ السوري واللبناني من يعمل يومهم على الليرة اللبنانية، وفي ظل ارتفاع كبير لسعر الدولار إضافة إلى إيقاف المساعدات من جميع الجمعيات وتحديدا مفوضية شؤون اللاجئين التي أوقفت العديد من اللاجئين وتحديدا في الفترات الأخيرة نتيجة قلة الموارد كما عرفتها مفوضية شؤون اللاجئين، إضافة إلى أن الأسعار التي يتقاضاها اللاجئ نتيجة عمله هي أسعار متدنية بالنسبة للمصاريف اليومية التي يتلقاها اللاجئ السوري والعامل اللبناني في لبنان. نعم، يبدو أن هذا يعني العيد سيكون أقسى وأشد على اللاجئين السوريين في لبنان، خاصة بعد يعني تقليص المساعدات المقدمة من قبل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان للاجئين السوريين، والتي يعني ستخفض بدءا من الاول من الشهر المقبل. كيف؟ نعم حسان، الخطه التي تطبق من قبل مفوضيه شؤون اللاجئين، عفوا من قبل الحكومه اللبنانيه مع بدايه الشهر، هي خطه امنيه تحديدا، وهي ايضا بالإضافة إلى خطة تحديد أنواع اللاجئين وتفصيل أنواع اللاجئين المتواجدين في لبنان. وكان سابقا قد طالب لاجئون سوريون حتى أنه بفصل اللاجئين الاقتصاديين، اللاجئين السياسيين، واللاجئين الذين لا يستطيعون العودة، وكنا قد قمنا في تلفزيون سوريا تصوير عدة تقارير في هذا الموضوع،
طبعا اللاجئين الموجودين ضمن المخيمات هناك أحاديث كثيرة، لكن إلى الآن لا توجد أي بيانات رسمية من الحكومة اللبنانية تدل على التفاصيل أو الخطوات التي تتخذها الحكومة. هناك حديث يتم تداوله أن ستكون الإقامات على 3 أنواع، إقامات للاجئين ضمن المخيمات، وإقامات على مسؤولية مفوضية شؤون اللاجئين، وإقامات هي للعمل أو إقامات العمل المعتاد اللاجئ السوري أن يحصل عليها أو العامل السوري أن يحصل عليها. عفوا. طبعا الاقامه التي تم التحدث عنها انها ستكون على اسم مفوضيه شؤون اللاجئين، لا تخول اللاجئ بالخروج والدخول من الى لبنان، بينما اقامه العماله ستخوله بالدخول والخروج من لبنان والعوده الى لبنان. نعم احمد، يعني امام هذا الامر يعني والتعقيدات التي ربما ستفرض على اللاجئين السوريين في لبنان وتنويع أو توزيع الإقامات إلى عدد من الإقامات، بالإضافة إلى رئاسة بلدية بيروت يعني طلبت إذن أو تثبيت سكن للسوريين الموجودين هناك بالتزامن مع ما يحدث، يعني كيف يعني يحاول اللاجئ السوري في لبنان يعني استقبال العيد ليس له يعني لأبنائه لأطفاله يعني لكي يشعر بهذا الأمر؟ بالنسبة للوضع الاقتصادي أيضا يعني الشراء للأطفال وأيضا اللباس لهم بعجالة لو سمحت. طبعا حسام، بالنسبة لشراء الاحتياجات العيد هي طبعا أصبحت رفاهية بالنسبة للبنانيين والسوريين والفلسطينيين الموجودين في لبنان، وتحديدا من عمال اليومية الذين يتقاضون أجورهم اليومية. طبعا هناك بعض الألبسة التي يكون سعرها متدني، لكن عادة كل طفل في 7 سنوات يكلف الأهل ما يقارب 45 دولار، يعني 45 أو إلى 65 دولار تقريبا بين حذاء ولباس العيد، إضافة إلى أن هذا المبلغ يعني يتراوح اليوم 100 دولار تتراوح بين 9 ملايين تساوي 9 ملايين. اللاجئ يتقاضى يومية تتراوح بين 300,000 ليرة لبنانية وحتى 600,000 ليرة لبنانية. كل ما يتقاضاه أحيانا اللاجئ أو العامل اليومي هنا في لبنان لا تكفي أجرة اشتراك الكهرباء ضمن منزله، فلذلك حتى الجمعيات هذا العام كانت ضئيلة، تقديماتها ضئيلة، إن كانت جمعيات لبنانية أو جمعيات تعنى باللاجئين كلها كانت تقديماتها ضئيلة، فالجميع يتجه نحو أهل غزة ومصابهم. نعم، شكرا لك مراسل تلفزيون سوريا في طرابلس أحمد الخصير على هذه المعلومات التي وافيتنا بها، ونتمنى أن يكون هذا العيد خير على اللاجئين السوريين في لبنان وعلى السوريين في كل بقاع الأرض. شهدت أسواق مدينة الرقة ازدحاما للتحضير لعيد الفطر من شراء للملابس والحلويات.
إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من لام الشمل. كونوا دائما بخير.